أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان دعم بلاده للمرحلة الانتقالية التجارية في السودان والإرادة القوية للشعب من أجل التغيير الديمقراطي والسلامي والعدالة. وقال لودريان خلال مؤتمر صحفي جمعه بنظيرته السودانية أسماء عبد الله دعم باريس لمواجهة أولويات السودان الرئيسية مثل إعادة بناء الاقتصاد المتداعي وتوصل لاتفاقات سلام مع الحركة المسلحة في مناطق النزاع في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، مؤكدا العمل مع الشركاء الأوروبيين لضمان خروج السودان من قائمة الإرهاب.